مساء الخيرات يا جميلات، حياكم الله في حساب حبيبتهم المخصص لأفكار التنظيم والترتيب والطبخ وشوية دردشة نسوانية. قلبت الطماطم تقليبتين، دحين حضيف هذه الحزمة صغيرة مكونة من الكزبرة الخضراء والبقدونس، حضيفها. خليت الطماطم تدوب شوية، ودحين حضيف زنجبيل مطحون، كركم، فلفل أسود، مكعبين ماجي، وشوية صفار زعفران. هحط مكعبين، أضفت مكعبين لأنه أنا أصلا الكمية كبيرة عندي شوية مدبلتها، والملح ما حضيفه دحين، حضيفه بعد استواء اللحمة. تقليبتين وحضيف مويه ساخنه. بسم الله الرحمن الرحيم. هجهز الكسكس لكل نص كيلو ملعقتين صغيرة ملح، 4 ملاعق كبيرة زيت، وكوب موية من الثلاجة. الموية بتكون باردة من الثلاجة عشان يفضل الكسكس مفرفر وما يتكتل. هخليها شوية لين تتشرب الموية، بعدين ارجع اقلبها عشان ترجع تتفرفر. شوفوا ما هي مرة غرقانة بس كمان مبشبشة. هبدأ أضيف الخضار للمرق، بس أول شيء هشيل حزمة الكزبرة والبقدونس اللي أضفتها. هضيف الدب العربي والملفوف، أول حاجة هضيفها هنا للمرق. هغطيه وأخليه يغلي 10 دقائق، وبعدها أضيف الدفعة الثانية من الخضار. هنا خلاص أتشرب كل الموية. شوفوا كيف حيكون متكتل في البداية، أنا بالملعقة أرجع أخليه يتفكك. حطبخه في جهاز البخار ده 10 دقائق هخليه. طبعا تقدر تستخدمي أي جهاز بخار عندك، مو لازم ده، أي قدر بخار. بعد 10 دقائق هاخد الكسكس ده وأرجعه في الكروانة وبالملعقة أخرج البخار منه زي كذا. بالملعقة أقلب، لو في تكتلات بالملعقة كده أفكفكها وأخرج البخار. أضفت الزبدة ودحين حضيف من المرق. أخذت شوية من مرقة الخضار واللحمة وبضيفها، أقلبها، وبعد ما أقلبها أرجعها هنا تنطبخ كمان 10 دقائق. هنا كمان مرت 10 دقائق، دحين جاء دور الكوسة والفلفل الرومي، حضيفه هنا مع الخضار وأغطيه وكمان أخليه بعود الساتي. أتأكدت إنه الخضار كلها استوت، دحين حطفي عليه. وهنا كمان عندنا الكسكس صار جاهز، باقي بس نقدمه.